ليفربول ايفرتون الدور الانجليزي الممتاز في الجوله 25، وشاهدنا كيفاش ليفربول لعب وضيع، ايفرتون دافع وسجل اهداف. شاهدنا كيفاش ريتشارلسون الذي سجل الهدف في الدقيقه الثالثه، شاهدنا كيفاش غيلافي الذي اضاف الهدف الثاني في الدقيقه 83، يعني اهداف في وقت حساس جدا، اهداف الهدف الاول في الدقيقه الثالثه، هدف الثاني في 7 دقائق الاخيره، وين يقضي على احلام صلاح وليفربول. يعني شاهدنا كيفاش كلوب اللي دخل بخطه 4-3-3، شاهدنا كيفاش كارلو أنشيلوتي اليوم بخطه تاعو وين يفوز وين 5-3-2، يعني الدفاع والهجوم واللعب بطريقه دفاعيه. يعني وين شاهدنا 65% نسبه استحواذ ليفربول، 35% بالنسبه لايفرتون، 186 تمريره ايفرتون، 579 تمريره بالنسبه لليفربول. لكن ليفربول بدون جدوى امام فريق عرف كيفاش يوقف كل هجمات تاع ليفربول يعني ايفرتون جوردان الحارس اللي لعب دور كبير، شيموس شنا كيفاش، مايكل كين شنا، لوكاس عبد الله، دوكالي توم شنا، اندريا جيمس، رودريغو شنا كيفاش كانت وين غلافي الذي دخل في الدقيقه 59 وسجل الهدف في الدقيقه 83 عن طريق ضربه جزاء، يعني الهدف الثاني. شاهدنا كيفاش ليفربول اليسون شنا، ترينار شنا، كيفاش اندريو شنا، الكاتار شنا، جورجينيو، جوردان اللي خرج في الدقيقه 30 بسبب الاصابه، محمد صلاح، روبرتو، فيرمينيو، ماني، يعني نقولوا بلي كانت التشكيله تاعهم مكتمله. شاهدنا كيفاش انهزام ليفربول بهدفين لصفر في هذه الجوله، يعني وين ايفرتون وين يفاجئ ليفربول في ميدانه، يعني كانت المباراه وين كانت اللعب والهجمات كان في صالح ليفربول، لكن الفوز كان في صالح ايفرتون. هذه هي الجوله 25، ليفربول 0 ايفرتون، هدفين في الدوري الانجليزي الممتاز للبريمير ليج.